أهلا أهلا. اليوم ألبومات أنا من حساب جوني 27 في إنستا، تابعوها عشان أي جول تسويه لأي جروب تدخلوا معاها يصير لكم سعر الألبوم مرة رخيص، فتابعوها. دي البنت لطيفة لطيفة لطيفة، الله يسعدها يعني حرفيا، شكرا لها. اليوم زي ما انتم شايفين حنفتح اول نسخة اسمها Study of Love، لو تبغوا تشتروا كل نسخة على حدة. طيب اول شيء يعني ورا شكلها كيوت، لا تنسوا تتابعوني في حسابي في سناب شات و تسوي سبسكرايب في قناة اليوتيوب. المهم كل كونسبت حرفيا يختلف عن الكونسبت الثاني بمية ومليون درجة. لا تسألوا ليش قلت هذا رقم، بس حرفيا مرة يختلف من الكونسبتس اللي مرة حبيتها. ده طبعا واحد منهم، بس هتعرفوا مع الألبوم مين أو أي كونسبت عجبني أكتر. وصح اكتبولي في الكومنت أسفل انتو ايش حبيتوا أكتر كونسبت، أبعرف ايش ذوقكم، هل أنا وانتو على نفس الصفحة ولا لا. ومعليش أنا مرة عندي لازم أرجع الكارت زي ما هي، حتى لو تلخبط بس لازم أرجعها زي ما هي. تخيلوا أنا جالسة ذاك اليوم ما بدخلت علي الغرفة تقول لي كنت حاطة البوسترز طبقتها، تقول لي حنين إيش هذا؟ قلت ماما تعالي أوريكي، فكيت لها البوسترز وجالسة تدقي مين أكثر عضو عجبتها. مرة عجبتها سانا، عجبتها مينا، عجبتها مومو، ومين يا ربي أعتقد جونجيوني، مرة عجبوا هدول الأربعة. بس في الأغلب جالسة تقول لي إيش بهم في كل كونسبت يعني اختلفوا، قلت لها عاد أشكالهم تتغير مع الميك اب بالنسبة لماما طبعا. فده الكونسبت اللي حق Study of Love، الصراحة من الكونسبت اللي مرة عجبتني. أنا مرة أحب الأشياء أو اللبس الرسمي، فمرة ده الكونسبت مرة كان جميل، حبيت الصراحة يعني أشكالهم حرفيا ولا غلطة، ميك اب لبس الشعر، ونايوني كأنها بروفيسورة خارجة من الجامعة بتديك محاضرة. هذه البروفيسورة اللي أقول لها بليز علميني طول الحياة، ما با إنه أنزل عيني منها من كتر برة جميلة. جونجيوني واو عليها، واو حرفيا مرة حبيت هذا الستايل عليها، الغرة وفرقة الشعر واللون الأشقر والبدلة، يا ربي ولا غلطة والبوتس. سانا أو ماي جاد، فرحنا عليها البدلة. هل أنا الوحيدة اللي أحب ده الستايل ولا في أحد زيي؟ أنا مرة يجيلي هوس كده أحب ده الستايل على البنات، خاصة البنات يعني، على الأولاد حلو بس على البنات معليش أحلى من الأولاد. مرة حبيت ده الستايل عليهم الصراحة، وحبيت إنه الكونسبت كله في كل الألبوم نفس اللي هو إيش ده يسموه حق جون الكيمياء، الأنبوب أو أنبوب صح، عشان ما بدي استفتي من راسي، أنبوب في كل الألبوم نفس الأنبوب. مومو أسميها هي يومينا مسنوعة من كثرة ما شاء الله مرة ناصعين البياض، حبيت مرة السويتر حقها والكارتيجن so cute. بنتي الميك اب حقها مرة حلو، ومرة حبيت اللبس حقها مع انه تحسه رسمي، بس بعدين هو اصلا زي ما اعرف يسموه هذا اللبس، بس مرة حلو عليها، مرة حلو شايفين، ابغى كده البس. شايا تخيلوا يا بنات او
whatever مين اللي اللي بيتفرج. واحدة أرسلت لي في ألبوم توايس اللي هو شو اسمه ربي alcohol free, أرسلت لي اسم هي قصة على جيهو, طيب اسمها مو جيهو, اسمها قصدي اسمها مو جايوك, هي قصدها على جايهو اسمها لين وبعدين قبلها كانت في صورة جايو, قلت لي اسمها مو جايو اسمها جايهو, قمت ارسلت لها قلت لها تعرف مين جايو, قامت مردت لي الآن. انت تقولوا لي جايو جايو ولا تقولوا له هاي اسم تاني؟ انا عارفة انه كذا شخص يسميها باسم بس هو اسمها الكوريين يقولوا له جايو, هذا اللي يعرفه, ما اعرف جددوا معلوماتي. مينا مرة شكلها حلو صراحة, بس احب الشعر المفروض عليها احلى, بس برضو شعر الملموم حلو. We are not complaining مرة. Oh my god تشايونغ, تشايونغ دائما تديني انطباع, ما اعرف هل انا اللي باخذ انطباع عنها ولا انتو كمان. احسها هي فن مرة البنتي, يعني عندها تاتوز مرة, نفسي في ألبوم واحد يبينوا التاتوز حقها مليون مرة. أقول طيب خلينا نمشي هالشتة التاتوز, أحسها مرة فان, عندها تاتوز دائما شعرها فيه لون, يعني حب ده الشي فيها مرة, إنه هذه هي أصلا أحس شخصيتها وإنها تبينها في الألبومات, بس دي مرة في ده الألبوم, وأعتقد في نسخة تانية كان شعرها كله بلوند. أشكر سانا مرة شكلها حلو. اي صح, نهاية كل ألبوم يجيكم انتو حظكم مين العطوة, فاهمينني؟ انا جاتيني في دار ألبوم اللي هو Study of Love جاتيني سانا, وهنا المفرحات الستيكرز دي تجي مع كل ألبوم, يعني نفسها ما تتغير, وزي ما انتم شايفين والبوست كارد جاني لي جايو, she's so cute. هذه من نسخة الاكسبلوجن, she's so cute. وهنا حنفتح الاي دي كارد, جاتني الجايو كمان, جايو مرة كيوت, مرة حبيتها بدي العودة, كلهم صراحة حلوين. سانا مرة ترى تحبني, جاتني بدي العودة مرة كتير, فانا يعني ما أتذمر, مرة ممتنة أنا جاتني جروب كارد سو كيوت, مرة كيوت, حبيت نايون, حاس كنت حاسبها تصدقوا من أول هي, وجاتني اللي هي داهيوني على بالي إنه ماسكين مكرون حقيقي في نايون طري حقيقي. أوه ماي جاد تشايونغ, حبيت القلب على وجهه, أحس نفسي أرسم زي كده, أحس يطلع كيوت علي ولا لا, ما أعتقد. او ماي جاد بنتي, تعرف انه داهيوني باي سيتي صح؟ كلهم احبهم بس داهيوني لها معزف قلبي, وجاتني سكراتش كارد داهيوني, هذه من اية اعتقد من نسخة بريك ات اذا ما خاب ظني, هذا السكراتش كارد, وحق التنايوني من نسخة فول اوف لوف, وحق تشايونغ وداهيوني اعتقد من اكسبلوجن زي ما خاب ظني. بس خلصنا كده اول ألبوم اسمه ايش؟ ستدي اوف لوف, ده الألبوم اسمه بريك ات, عشان لو تشتروا كل ألبوم اللي على حدا. أو ماي جاد نايون جونجيوني, هذا من النسخ اللي عجبتني مرة, ومومو حبيت شعرها, اسمه سانا 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 في دار ألبوم. نشكر الستايلست حنت على سانا وخلتها أحلى من آخر ألبوم. مينا أو ماي جاد واو, شايفين زي ما قلت لكم ما كنت عارفة تشايونغ مرة شكلها حلو, جايو
ما كنت عارفة دهياني من أي نسخة في الألبوم اللي قبل، فهو إيش ما أعرف أتكلم، فهو من دان من دي النسخة حقت بريك إت. آخر شيء زي ما أنتم شايفين، يا ربي إيش في مفاجأة كده ما أفكر. آخر شيء الجروب فوتو. زي ما أنتم شايفين، إيه صح نسيت أقول لكم، كل بداية ألبوم لو تلاحظوا يختلف عن الألبوم اللي بعده اللي بعده، أيوة الألبوم اللي بتفتحوه بعده حرفيا. يعني حبيت إنه في دي العودة التفاصيل واو، يعني هذه مكتوب فورمولا أوف لوف، حتى السيديات تختلف، كل سيدي في ألبوم على السيدي اللي قبله. كل بداية ألبوم، ما بتكلم عن الكفر، لا من جوا يختلف عن الثاني، فمرة حبيت ذا الشيء. أو ماي جاد، مرة أحب الجروب فوتو أول ما تفتح الألبوم. نايون مرة شكلها حلو، حبيت اللبس مرة سكسي، حبيت البوتس كمان، تصدق نفسي اشتري بوتس من كتر ما شفتها توايس لابسينها، شكلهم حلو. جونغ يوني أحس ظلمتها الصراحة الستايلس في اللبس، مو سيبوكم من الميك اب والشعر، شكلها مرة حلو، بس اللبس الصراحة مو قد كده، بس كشكل يعني كفول اوتفيت مرة شكلها حلو. سانا واو مرة شكلها كيوت، حبيت مرة لبسها، هو غريب بس حلو عليها هي، يعني مو أي أحد يقدر pull off this look. صح تابعوني على السناب شات. مومو سنو وايت قلبي واو، تصدقوا جاني انطباع إنها فامباير أكتر من سنو وايت، هل أنا الوحيدة اللي بيجي هذا الانطباع منها؟ هي ومينا حسهم فامبايرات من كثرة مرة ما شاء الله مصير بيض واو، مع إنه كنت دائما أشوف دهياني من العضوات اللي مرة ما شاء الله بشرتها بيضة، بس دي المرة أحس مومو ومينا مرة بيضين. أو ماي جاد شويا، ما قلت لكم مرة كيوت، حبيت البونيتيل والفيونكة على شعرها، سو كيوت. هنا ماسك الأنبوب، إيش تسموه أنتوا يا بنات الكيمياء؟ أنا ماني علمي، فما أعرف إيش تسموه، أنبوب الاختبارات ده سوري. وبرضه أكره دي الحركة اللي يقطعوا لك، شايفين كيف مسوين تشايونغ؟ كف أقسم بات الله اللي يصمم الألبومات، ياكلوا كده يقطعوا لك نص جسمها، قهر وجه. معلش ثبت قائدتنا الجميلة، صح كان في الألبوم اللي قبله شعرها قصير، والله غلطة نسيت أمدح قائدتنا الجميلة، والله غلطة. شايفين ما أقول لكم تديني طابع فامباير، لا تكون فامباير وأنا ما أدري، ندري إنه ما في فامبايرات بس نقول يعني، شايفين قبل شكلها مرة حلو فامباير، وبعدين نقول حنين ما قالت تشايونغ. او ماي جاد احس ايوه صح، لاحظت ما اعرف لاحظت الصراحه بس في تشايونغ اظافيرها مره حبيتها، مره كيوت هي وجيهو، اعتقد جيهو بس واحد لوك، لاحظت اظافيرها حلوه، بس تشايونغ مره اظافيرها حلوه في كل اللوكات، يعني بينتها أكتر، فمرة باين شكلها حلو. وهنا جاني مومو فامبايرتنا الثانية، she's so cute. هذا زي ما قلت لكم الستيكرز نفسها في الألبوم في كل الألبومات، وجاتني بوست كارد لبنتي دهياني، اي دي كارد لمومو، شكلها حلو ما شاء الله، وكمان لمينا، حسيت مرة هنا شكلها، دخلوني الجامعة وقلت لكم
ما ادري ايش دخل، بس ما اعرف شكلها حلو فيرس يعني. سانا مرة شكلها حلو، بس الإضاءة مو قتيلة، بشكلها حلو. باتينا مرة كيوت، هذه اللي من ألبوم فول اوف لوف اللي هي جروب فوتو، ودي من نفس الألبوم بريك ات، وهذه برضو من فول اوف لوف حقت سانا ماني متأكدة. وهنا جاتني جونكيوني، مدري فجأة كده علق عقلي. هذا البوستر ترى مع كل ألبوم يجيكم بوستر، بس للأسف الكاردز اللي بفتحها كل بداية ألبوم تيجي بس مع الطلب المسبق، للأسف حتى البوسترات بس مع الطلب المسبق، يعني ما يمديكم لو طلبتوه دحين تجيكم. I'm so sorry على ده الشيء، لأن من جد الكاردز مرة كيوت اللي بداية كل ألبوم، شفتوا انتوا كيف أشكالهم مرة حلوة، للأسف ما تقدروا تطلبوها. أعتقد إنه في بعض الحسابات تبيعها كمجموعة، بس أنتوا لو طلبتوا من نفس الموقع بنفسكم من أجيكم، للأسف ما تجيكم. كده خلصنا من ده الألبوم، ندخل في نسخة الإكسبلوجن. دي النسخة بالنسبة لي least favorite، يعني من حبيتها بس least favorite ككونسبت. بعضهم لبسهم مو قد كده، يعني ما اقول لكم الستايلست تيجي مع اضوات ما تلبسهم كويس، بس اضوات ولا غلطة حرفيا اللبس، هتعرفوا دحين مع الالبوم اول ما افتح. بس كونسبت الصراحة ما عجبني، بس اشكالهم كلهم في كل الالبومات ولا غلطة حرفيا، يعني ستايلست الشعر والميك اب ما قصروا، واو حرفيا. اما الملابس حرفيا من كم مره اقول حرفيا من من فورمولا، من قصدي من الكحول فري، نفسي اصفقها معليش انا عندي طاقه، بس ما هي عجبتني هذه اللي تلبس حرفيا. بس هيك يا حنين كمل. استغفر الله. نسيت اقول لكم انه ليش ده الالبوم مرة غريب بالنسبة لي، ما اعرف، اول البوم افتحه كأنه نوت بوك، فاهميني، وحاطين لكم اول ما تفتحوا الالبوم مسافة انه كده زي سطور تقدمديكم تكتبوا نوتس، بس اكيد انا ما حكتب نوتس، بس هي فكرته انه نوت بوك اللي هذا اعرفه، والسي دي وكل سي دي في كل ألبوم يختلف عن السي دي اللي قبله، وزي ما انتم شايفين البداية تختلف عن كل ألبوم. هنا كلهم لابسين بينك، مرة حبيت ده الشيء. نايوني او ماي جاد، حبيت الفرو اللي في يدها كأنها بناجر فرو، انها شكلها كيوت، تحسوا بقى اللبس لما تشوفوه تقولوا والله ما اشتري، بس لما يلبسوه تقولوا سو كيوت. يعني هنا على جونكيوني حلو اللبس، بس ريت الكاب مو فيه، احس بشارة حيطلع اللوك احلى. هل هذا رأيي ولا انتوا كمان تفكروا كده؟ حبيت مرة الستيكرز اللي على وشها، سو كيوت. مومو ما بقول لكم مومو مرة شكلها كيوت، بس هنا الشعر مو مدي حقها صراحة، اللبس مخل شوية سكسي، بس تحسوا انه في شي غلط. سانا مرة شكلها حلو، بس شعرها قد كده، معليش انا بقول رايي الشخصي، بليز لا تهاجموني بليز، بس انا بقول لكم انه كل عضوة ولا غلطه. هي لبسانه صراحه مره حلو، حبيت كمان البوتس البينك. قائدتنا مره شكلها حلو، حبيت البوتس يا اخي، من بعد دي البومات نفسي اروح واشتري لي بوتس، حبيت مره البوتس صراحه، سو كيوت صراحة. جايه بالشعر الطويل والقصير ولا غلطة، يعني ينفع عليها اللوكين ما شاء الله، لايك عليها. شايفين تشايونغ ما قلت لكم ليها انها هي دايما اللوك المرح هي تاخده،
ايش كان شعرها ازرق في خصوة زرقاء. هنا مينا شايفة كيفين، شايفة كيفين، واو يا حنين، شايفين كيف الستايلست لبس مينا كيف اللبس؟ ولا غلطة، احب ذا اللبس يعني، صح هو تحسه شوية ما اعرف شو اقول، بس مرة حلو على مينا. او ماي جاد بنتي مرة شكلها حلو، شعرها صح منكش بس شكلها مرة كيوت، so cute. حبيت البوتس، شايفين كيف شعرها الخصلة الزرقاء؟ فأعتقد الخصلة الزرقاء بس في ذا الألبوم اللي هو Explosion، وفي الألبوم اللي بعده هو Full of Love، يعني ما في الألبومين اللي قبلها، مو أعتقد، هو أكيد كل كان كل شعرها أشقر. واو مرة كيوت شكلها، شايو حبيت اللونين البمبا، بس ما تكون نفس الدرجة، مرة كيوت. هنا ما هم ملبسين بوت بس بوتس، بس ملبسين تايت طويلة وشراب طويل. مرة حبيت الستيكرز على وجههم، أعطاهم مرة كده لوك بريء، صح ولا لا؟ هنا جاتني جونجيوني، مرة حبيت، مرة كيوت دي البنت يا أخي. هنا جاتني، مرة زعلت إن جاتني الجويو، شيء مكرر. أوه جاتني الجيهو آيدي كارد، مومو تدري إنه كل آيدي كارد في كل كونسبت تختلف؟ واو هنا مومو مرة ولا غلطة، ما انه قلت لكم ما عجبني دار ستايل، بس هنا مرة شكلها حلو. جاي هو واو مرة شكلها كيوت، شوف يعني بنتي ولا غلطة. هنا سكراتش كارت، الحمد لله للآن ولا شيء مكرر مع عادة اللي هي حقت شويو. نسيت بقول لكم شيء، لا تنسوا تتابعوني على سناب شات وإنستا عشان تعرفوا متى أنزل البومات. هذه آخر فيرجن اللي هي أكتر نسخة حبيتها، فول أوف لوف، حرفيا دي النسخة، أشكالهم، لبسهم، الميك اب، الشعر، ولا غلطة. فأعتقد إنه أكتر الفوتو كاردز اللي جاتني من ذا الألبوم، مرة حبيت شايفه، مرة شكلها حلو. مينا أو ماي جاد دهيوني، شايفين شايوك شعر شعر أسرق، مرة شكلها حلو شايو. هنا كيف الجروب فوتو، مرة كيوت مرة كيوت يا أخي. توايس ألبوماتهم دايما تحسسني بالحياة حرفيا، والله ما مستحيل أشوف ألبوم من ألبوماتهم ما أحس بفرح. هل هو أنا الوحيدة اللي زي كده ولا لا؟ أحس كده ألبوماتهم مرة اللي بيسويها عنده كمية ما شاء الله حب لعمله، فمرة أهدني على ذا الشيء، مرة كيوت ذا الألبوم، شايفين كله قلوب، كله حب، كله كان جميل مصنوع بحب على قولهم. مرة حبيت دي النسخة أكتر شيء، أنا يعني دائما تستفتح الألبوم بجمالها الخلاب اللي ما أقدر عليه حرفيا. معليش في ذا الألبوم بمشي بسرعة، لأني أنا كنت وأنا بفتح الألبوم أصلاً أنا بمشي بسرعة، مو زي الألبومات اللي قبل كنت بفتح ببشويش ببشويش بشويش. جونجيوني مرة شكلها حلو، حبيت شعرها الملموم الصراحة، she's so cute بالشعر المفروض بالشعر الملموم، مرة حلو. واو مومو مع البلالين، حبيت الألوان الهادئة، ما أدري شي في ذا الألبوم كده
وقعت في حبه. وسانا مرة كيوت، مرة مدلع، أحس بدال أربع مدلعين أبت بزيادة يعني، بس يعني مرة أحب ذا الشيء يعني. I'm not complaining. مرة جايفو صراحة. لا لحظة، شعرها الطويل أحلى. أيوة شعرها الطويل أحلى. لا بليز خلي شعرك دائما طويل، مرة شكلك حلو. الاثنين حلو بس الشعر الطويل بالنسبة لي أفضل أحلى. مينا مرة شكلها حلو. آه شوف كنت تسوي حركات. حبيت اللون الأزرق الصراحة، باين في دار الألبوم إنه أغلب الألوان كده تحسوها أزرق نيلي. هنا هذا عيوني غير، لابسة أصفر، لا ماسك مكرون برتقالي. حبيت الكونتراست بين اللونين. اكتبوا لي إيش أكثر ألبوم عجبكم بليز. أعتقد حتقولوا زيي، قولوا أنتوا ذوقكم غير، عادي كل واحد يكون ذوقه غير. تشايونغ حبيت، أحس لوكها لما تكون لوكها الصدقي إنها تكون هي مختلفة بالتاتوز حقها أو بالشعرها الأزرق أو الملون، مرة مرة أحلى عليها. لأنه شكلها حلو مرة بالأشقر كله، بس هذا غير. جوية مرة شكلها حلو، مرة لطيفة دي البنت، وجهها مرة مريح، مرة تحسوها كده ما أدري، مريحة دي البنت مرة. حبيت دي الجروب فوتو مرة، يا ريت لهم صور أكتر بالجروب فوتو دي، مرة حسيتها كيوت، سو كيوت بالنظارات. كده نهاية الألبوم. جاتني في النهاية جايو مرة يا أخي، حس ما أتكلم نفسي أهدي صوتي من لوكها اللي يجيب الهدوء. تايونغ سو كيوت، الحمد لله ما جتني بوست كارد مكررة. أنا يعني أخيرا حنت علي وجاتني مرة تانية. مينا لازم، كنت حاسب إنها بس فرحانة على بالي ما عندي، بس طلعت عندي لازم أبدلها. مومو واو مرة حبيت صورتها دي. جيهو سو كيوت، حبيت شعرها الطويل الصراحة. هذه كمان لازم إن شاء الله أبدلها. بنتي مرة شكلها حلو. وآخر شيء سادة الصوت مرة، هذا البوستر حق الألبوم يعني. سوولي لا تنسوا، تسوولي لا تنسوا سوولي. واو عليك يا حنين، سوولي فولو في سناب شات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا تسووا لي سبسكرايب بليز. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، حيكون لألبومات كاي بإذن الله. انتبهوا على نفسكم من كورونا ومن كل شيء في الحياة. أشوفكم في الفيديو الجاي، مرة أحبكم، مع السلامة.